شكرا للزميل العزيز المعلق احمد مناع. وانتهاء الشوط الاول كوارتر الاول والثاني من جيم 3 من سلسله نهائي دوري سوبر ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الاتحاد بنتيجه 43-38. كنا نامل انه يكون الشوط الاول يعني خلصان باريحيه اكتر من كده، وده اللي احنا املنا فيه خاصه بعد ما كسبنا الكوارتر الاول 28-13. بنتكلم برضو في فرق بوينتس كتير جدا، ولكن الحقيقه قدر الاتحاد ان هو يعني في الكوارتر الثاني تحديدا يرجع مره تانية، وكانت النتيجه في صالحه 25-15. فيعني نامل ان النادي الاهلي يصلح كل الاخطاء اللي حصلت في الكوارتر الثاني تحديدا ويعود سريعا للمباراه ويرجع تاني للجيم ويقدر ان هو يحسم المباراه لصالحه. كابتن طاهر، شفنا الحقيقه كوارتر اول انتهى 28-13 للنادي الاهلي. الحقيقه بنتكلم برده كان اداء مميز من لاعبي النادي الاهلي، ولكن ايه اللي حصل في الكوارتر الثاني؟ انا يعني طبعا عزائنا الوحيد ان يحصل الكلام ده في الكوارتر الاولاني والتاني، ما يحصلش في الرابع زي ما حصل، لانك انت لما بتوصل للرابع ويحصل التعويض والكمباك للاتحاد بهذا الشكل ممكن يسرقنا الوقت وتبقى مشكله. انما دلوقتي انا شايف ان اللي بيحصل ده من 15 بونت في الكوارتر الاولاني ليه 5 بونت في الكوارت الثاني، يعني هم كسبانين الشوط الثاني 10 بونت. انا شايف ان مثلا ايه كانت بدايه عمرو الجندي انه جاب 3 بونت في 2 بونت، يعني جاب له بتاع 5 6 بونت في اول دقيقتين ثلاثه. ف انا حطيت ايدي على قلبي قلت ده عمرو الجندي مش هيستحمل الاربع كوارترز بهذا المجهود اللي هو عامله، لانه طبعا هو هداف اوريدي ويعني بيبذل جهد في تطلع الكوره وبيبذل جهد في الريباوند وهيبذل جهد في الديفنس وايضا هنجيب باسكت. فلقيت ان اوجستي راح مطلعه ومريحه، فما زال الذخيره اللي هي اللي في عمرو الجندي دي موجوده. الحاجه الثانيه اللي عمر طارق شارك، بس شارك في اوقات قليله، فهم الاثنين دول بره ومقابل وجودهم بره في تعويض من الاتحاد حصل من 15 بونت ل 5 بونت وقدر يكسب، بس قوه الاتحاد موجوده في الملعب، انما قوه احنا مش مكتمله. هتلاقي ان هو معتمد على ايهاب امين انه يمشي له الجيم، وزي ما لاحظت انت او كلمتيني في موضوع بتاع ان في ناس تانية بيبقى ليها ادوار، زي كنا اتكلمنا قبل المباراه كنا بنتكلم على مهيب عمر عزب، فدول بينزلوا ويريحوا واحد زي عمرو جندي ويريحوا واحد زي عمر طارق، بيريحوا حد زي ايهاب امين، لانك هتحتاجيهم بقى ويبقوا يعني فيهم لسه باور في الثالث والرابع. فانا شايف ان نظريه اوجستي لغايه دلوقتي على الله يكون نفس التفكير اللي انا بفكر فيه يكون هو بيفكر فيه، و يعني يمكن هو يعني عكس عن الجيمات اللي فاتت. فكره ان هو احنا في الجيمات اللي فاتت كنا بنتكلم ان هو عامل العكس، يعني هو احنا عندنا كان لاعب بالعناصر الاساسيه بتاعته طول الكوارتر الاول والثاني، وبعد كده جينا احنا في فضل لحد الرابع لحد ما البدني بقى بتاعهم ابتدى يتاثر. انا ببقى كوتش ففي اعتبارات بحطها في دماغي، يعني مش معقول يبقى عمرو الجندي جايب لي 5 بونت في اول دقيقتين، يعني اكتر من 50% من السكور. لو جبنا 10 بونت هو جايب 5 بونت وعندي فبضطر ان انا افكر في ان هو ممكن يعمل فاول او فاولين، يبقى مشكلتين، مشكله الجهد ومشكله الفاولات. ونفس الشيء في المحترف براندن احنا عندنا هو يمكن خرج من اول 7 دقائق لعب 7 دقائق وخرج، لما يعمل 2 فاول في اول كوارتر مش هتسعفنا بقى، ممكن يعمل 4 فاول واحنا في الكوارتر الثاني فطلعه برضه. فالثلاثه دول المثلث دوت طبعا هيفرق كتير معاه في الثالث والرابع، لو احتفظ بالجهد
واحتفظ بفاولاته ما تكونش في منطقه الخطر، انه يعمل 5 فاول مثلا في الكوارتر الثالث وانا في يعني في حاجه ليه اخر 3 4 دقائق فيبقاش موجود. انا شايف البتاع ده، انما عموما احنا الفاولات كمان بعدنا زادت نتيجه كتير. ان في ديفنس عن المره اللي فاتت، لان الكوارتر الرابع يخوف اي حد في الماتش اللي فات، فضلوا يشوتوا ومفيش ديفنس خالص، فهم الديفنس حتميا بيكون النتيجه سلبيه، نتيجه الديفنس زياده ده، ان فاولات ويشوتوا، ان احنا نعمل فاولات وهم يشوتوا فاول شوتينج. طيب كابتن سلعوي، يمكن احنا في اخطاء كتير عندنا، تيرن اوفرز وفاولات، وعندنا يمكن برضو احنا عايزين نتكلم عن شويه عن الاحصائيات. يعني احنا عندنا هنا، احنا بنتكلم على براندن، احنا 3 بوينتس هو 100%، كمان مروان سرحان 50%، عمرو الجندي 100%، يعني عندنا برضو اكتر من حد شارك، ولكن على الرغم من ان هم شاركوا ادوا اداء كبير، بس الاخطاء عندنا كتير قوي خاصه في الكوارتر الثاني. هو اللي احنا برضو عشان نقسم الشوطين لازم يبقى، عشان يبقى يعني كتحليل، فنقول ان الشوط الاولاني كانت بدايه قويه جدا من النادي الاهلي وفيها تركيز ونازلين مصممين ان هم يعيدوا اللقاء الاول، فعلا النتيجه انتهت زي اللقاء الاول، احنا طلعنا 15 بونت. الشوط الثاني فريق الاتحاد تماسك، عمل كومباك كويس جدا، قدر يوقف مفاتيح اللعب بتاعتنا مع خروج براندو في اول 7 دقائق الاثنين فاول، فقدر يستغل. الشوط الثالث والرابع ده بقى محتاج مين عنده مجهود بدني اعلى من الثاني، اللي عنده مجهود بدني هو اللي هيقدر يكمل، لان فرقه عملت مجهود 100% الشوط الاولاني وفرقه عملت مجهود 100% الشوط الثاني، فدلوقتي مين اللي هيقدر يكمل الثالث والرابع على هذا المنوال، يسعى في الفريق بدنيا، يسعى في الفريق. عايز اقول برضو ان الاخطاء برضو برغم انها في اخطاء في النادي الاهلي، بس النهارده الاخطاء اقل شويه، يعني برضو نسبه فاول شوتنج كويسه، مفيش كور مقطوعه كتير، الريباوند احنا مستحوذين برغم اطوالهم، على بنجري فاست بريك عليهم، ف لا النهارده احسن الفرقه النهارده في الشوطين الاول والثاني. وبعدين الباسكت بول هو كده النهارده احسن، والاتحاد يا كابتن سلاوي برده مش موجود يعني برده سيء، مش ده الاداء. الاتحاد طبعا انا اعتقد يعني ان ده ثاني ماتش او ثالث ماتش ان هو اللعيبه بتاع الاتحاد احسن من كده بكتير، او لان هم عماد يعني الاتحاد السكندري طول عمره معروف الاتحاد يعني في الباسكت حاجه كبيره جدا، فاللعيبه لسه، فانا اعتقد ان اللي عنده مجهود بدني او معد بدني كويس هو اللي هيقدر يكمل، لان لسه في ثالث ورابع، في شوط ثالث وشوط رابع وفي مباراه لسه، فالنادي الاهلي النهارده استطاع مستر جوست بوش ان يعمل روتيشن كويس بين اللعيبه، واللي نزلوا سدوا في بعض الاوقات كتغييرات او كراحه لعيبه او ان هم يعني خدوا وقت ليراحوا اللعيبه، فانا شايف ان المباراه الشوط الثالث والرابع هتبقى صعبه، هتبقى مشدوده عصبيا وهيبقى فيها توتر، فده دور المدربين ان هو يشيل الضغط من اللعيبه، ان هو النادي الاهلي بقى المفروض ان يفرض سيطره لعبه زي ما بدا الشوط الاولاني، لان الشوط الثالث هو المفصل بتاع المباراه اللي تقدر تفرض فيها سيطره. طيب كابتن طاهر، احنا ده يعني زي ما كابتن سلعوي بيقول، احنا عندنا هنا احنا مخلصين الكوارتر الثاني، يعني انت عندك هنا 5 بوينتس، فانت الاتحاد عنده دافع ان هو يكمل ويعديك، واحنا عندنا برضو ان احنا نكمل على نفس الشوط الاول ونكمل بقى بنفس الاداء ده ثالث ورابع، ف ايه اللي ممكن يخلي النادي الاهلي يكمل فكره ان هو ما يرجعش عن السكور او الاتحاد يعديه، لان انت خلاص احنا بنتكلم في 5 بوينتس بس، ودي صعبه يعني فرق صعب جدا بالنسبه للنادي الاهلي تحديدا، ممكن الاتحاد يصنع الفارق في الثالث والرابع، ايه اللي ممكن يحصل نوقف بيه الاتحاد ويعني نكمل على نفس السكور اللي احنا طلعنا بيه في الكوارتر الاول، نعدي بقى نبقى مثلا 15؟ زي ما انا قلت من شوية ويمكن الكابتن سلعوي كمان أكد عليا، إن أنت دلوقتي في عندك هدف على الشورت ران اللي هو الماتش ده، عاوز أطلع بأكس كسبانه، لأن طبعا لو خدت الماتش ده هبقى أنا
احنا لينا الليد وخلاص هيبقى فاضل لنا ماتش واحد. هيبقى فاضل لنا ماتش. ونفس الشيء عندي كمان على اللونج ران اللي هو الماتش الجاي. فانا بدور دلوقتي على الماتش ده. فهو لما اتكلمت قلت ان ريح الجندي وريح عمر طارق وطلع المحترف براندون طلعه نتيجه ان هو ارتكب 2 فاول في الكوارتر الاولاني. لو بالمعدل ده ممكن احتمال يعمل 4 فاول في الكوارتر الثاني عادي جدا لو احنا عملناها برسنتج. فهم الثلاثه دول اللي الذخيره اللي هيبقى هينزل بيهم في الكوارتر الثالث والرابع بس باستراتيجيه معينه. يعني ممكن كمان يريحوا في الكوارتر الثالث. هو مستر روجيستي في اوقات بيريح لغايه اخر 40 ثانيه وده يعني ليه سوابق قبل كده هو ايجابيه في الموضوع ده. فهو بالتالي ده اللي هيخليه يعني حاجه ايجابيه في ان هو يكسب الجيم ده. ان هو عنده ذخيره الثلاثه دول قوه جامده جدا. لو نزلوا معاهم ايهاب امين او معاهم اي جندي من الجنود اللي بيعملوا ديفنس كويس قوي. يعني هو نزل كريم حاتم كمان عشان يوقف المحترف. فده دور لواحد معين. كل الاسلحه دي هيستعملها في الثالث والرابع اعتقد. وهيبقى لسه الفاولات بتاعه الراجل المحترف براندون فريش. لسه يعني مثلا انا كمان اكتشفت ان عمرو الجندي جاب 7 بونت. جاب 7 بونت في 10 دقائق لعبهم كوارترين. يعني ايهاب امين فوقه 13 في 17 دقيقه او يعني ما يقرب 13 دقيقه. يعني الدبل التايم بتاعهم ده جاب 13 وده جاب 10. ده جاب 7 سوري ولعب 10 دقايق. فبالتالي هو مقعده عشان يريحه عشان يجيب السبعة بونت دول في اي وقت من الثالث والرابع. والبوينت جارد الاساسي اللي هو المحترف براندون قعده عشان يوقف فاولاته ما تزيدش عن كده. فالاسلحه دي انما اعتقد الاستراتيجيه دي في الاتحاد مش معموله بنفس البتاع. في روتيشن كتير. الروتيشن كتير ده هيسعفه بس ممكن الروتيشن كده في الماتش الجاي. يعني مش في نفس المباراه. مش في نفس المباراه. انما هو دلوقتي تفكير اوجستي في في الماتش ده عاوز يكسب في الاستراتيجي دي. ايوه عاوز يكسب الماتش ده عشان يبقى زي ماتش زي ماتش كاس. لان ده هيعمل بوش هيبقى احنا اتنين وهم واحد. ايوه طبعا هيبقى لينا الليد وخلاص هيبقى لنا يعني ماتش واحد بس. بالظبط. انا اعتقد ان اللي بيعمله اوجستي ده عشان الكوارترين الثالث والرابع اللي هي على الشورت ران. انما الاتحاد ما اعرفش بقى اذا كان ايه اللي في دماغه. اذا كان هو بيلعب على الشورت ران ولازم يعمل كده الماتش ده ولا بيلعب على قدام على الماتشات اللي جايه. لا ما اكسب الاول دلوقتي وبعدين مش هفكر في راحه اللعيبه قبل ما اخد الماتش. وابقى اتصرف بقى في يعني ممكن لو هو كذا بونت فرق ابقى رايح بقى اللعيبه زي ما انا عايز. طيب هنرجع مره تانية للصاله الرئيسيه باستاد القاهره واستكمال احداث مباراه النادي الاهلي والاتحاد في جيم 3 في السيريس الخاصه بنهائي دوري السوبر. ان شاء الله يبقى لينا الليد زي ما احنا بنتكلم ونفوز بهذه المباراه ونعوض في الكوارتر الثالث والرابع. فالى هناك والزميل المعلق كابتن احمد مناع.